مساء الخير، مرحبا. اليوم وبناء على طلب كثير من الشباب بدهم ياخذوا فكرة عن النظام الملاحي الـ INS، اللي هو الـ Inertial Navigation System، اللي هو نظام التوجيه الذاتي. هو نظام ملاحي، توجيه ملاحي قديم، يستخدم، ما زال يستخدم في بعض الطائرات طبعا، وبنفس الوقت يستخدم في بعض السفن والمركبات الفضائية وأيضا الصواريخ والغواصات. هو نظام ملاحي نوعا ما دقيق، بيختلف اختلاف كلي عن الـ FMC، ولكن هو الكونسبت تبعه واحد. هو عبارة عن كمبيوتر موجود في الطائرة، يعمل من خلال جهازي استشعار. في جهازين استشعار اللي هن سنسرز، واحد فيهم لتحديد الاتجاه، والآخر لسرعة الاتجاه. يعني اللي واحد فيهم اللي اسمه الأكسلروميترز، والتاني اللي هو اسمه الجيروسكوبس. الجهازين هدول بيعملوا بشكل متوازي، بيحددوا اتجاه الطائرة و سرعة اتجاهها أيضا. الـ Inertial Navigation System موجود، يعمل إلى الآن على طائرات كتير، من ضمنها الـ Boeing 747 Classic 100, 200, 300, SP, Combi، بيشتغل كمان على 73 Classic، غالبا الـ 73-200، كمان مستخدم بطائرات مثل الـ Airbus 300، وبنفس الوقت اللوكهيد 1011 اللي هي تراي ستار، واللي هي اليوم حيكون شرحنا للاينس من خلال اللوكهيد تراي ستار 1011-500. وبما انه الطلب تحديدا اجا من صديقنا عدي عياد، فالشرح حيكون على طائرة اللوكهيد تراي ستار 1011-500 ادفانسد، تابعة للملكية الأردنية. إذا منبلش مع بعض. إحنا الآن قدام الطائرة اللوكي تراي ستار 1011 الملكية الأردنية، اللي هي تسجيلة جولييت يانكي ألفا غولف إيكو. طبعا هي الطائرة فيزد أوت، بس طبعا ما زالت من أعرق وأجمل الطائرات اللي هي عملت لدى الملكية الأردنية، وكانت من الطائرات المحببة جدا للمغفور له الملك حسين الله يرحمه. التراي ستار اللي شايفين قدامنا هي من إنتاج المطور إيروسم، من أحسن الطائرات. الفلاي دايناميك، الإكستيريان موديل، الطائرة جميلة جدا، وأنا بنصح إنه طبعا تنزلوها بطرقكم الخاصة. طبعا البانل تبع الطائرة الكوكبت هو عبارة عن من إنتاج أومني، هو طبعا منفصل عن الطائرة، بيجي لحاله الأومني بانل تراي ستار، كمان موجود بتقدر تلاقوه بسهولة. فخلونا ندخل لجوات المقصورة ونبدأ شرح عن الاينس. احنا الان داخل مقصورة اللوكهيد تراي ستار. بدنا نتجه فورا الى الاوفرهيد بانل. من الاوفرهيد بانل هلا هو الاينس الانيرشال نافيجيشن سيستم، له عبارة له لوحتين تحكم. واحدة فيهم اللي هي الام سي يو، المود سيلكت يونت. في عنا 3 ام سي يو هون، لأنه هلا طبعا بعد، بما انه بعض الطائرات فيها سنجل، في بعض الطائرات فيها دبل، في بعض الطائرات فيها تريبل. الطائرة التراي ستار لوكهيد فيها 3 ام سي يوز، اللي هي المود سيلكت يونت الخاص بالاينس. بنروح على البيدستل، كمان نفس الشيء حتلاقي عنا هون اللي هو السي دي يو، الكنترول ديسبلاي يونت. كمان في عنا 3 سي دي يوز، سي دي يو 1، سي دي يو 2، سي دي يو 3. هلا حنحكي عنهم بالتفاصيل. مثل ما لكم شايفين هلا السي دي يوز مطفية، ما فيها باور،
نفس الشيء الام سي يو كمان مطفأة ما فيها اي باور. الانيرشال نافيجيشن سيستم يا اخوان هو باختصار شديد نظام توجيه ملاحي يعتمد في المقام الرئيسي على خطوط الطول وخطوط العرض، بيعتمد على اللاتيتيود واللونجتيود، خطوط الطول وخطوط العرض الجغرافية اللي هي بتقسم الكرة الأرضية عرضا إلى 360 خط، 360 خط، 180 خط فوق خط الاستواء اللي هو الخط زيرو، و 180 خط تحت خط الاستواء. هذا بالنسبة للعرض. كذلك الأمر بالنسبة للطول، عندنا خط غرينتش هو زيرو، على يمين غرينتش في عنا 180 خط، وعلى يسار غرينتش في عنا 180 خط. إذا الإحداثيات أو الكوردينات هاي لا توجد عبثا، هاي توجد بدقة من خلال إلا مرة تانية خطوط الطول وخطوط العرض. إذا في عنا أربع إحداثيات كثير مهمة، عنا North, South, East, West. North يعني فوق خط الاستواء، South تحت خط الاستواء، East شرق غرينتش، West غرب غرينتش. عظيم؟ أوكي. الـ INS عرفنا أنه بيشتغل هو على coordinates، يعني هلا أنت الـ waypoints اللي بتحطوه عادة بالـ FMC، هاي الـ waypoints احنا ما عم نحكي على النافيدز، عم نحكي على الواي بوينتس. الواي بوينتس هي عبارة عن بوزيشنز موجودة محسوبة من خلال خطوط الطول وخطوط العرض، ولها اسماء، ولها اسماء مثل ليبور، مثل عمرة، مثل كثير من من النقاط او البوزيشنز. النقاط هاي الواي بوينتس او البوزيشنز الى كوردينيتس، إلى إحداثيات جغرافية دقيقة. إحنا شغلنا بالـ INS ما بيكون من خلال أسماء أو أحرف، إحنا بيكون شغلنا من خلال coordinates. إذن كل waypoint له coordinate، فبالتالي إحنا حنقوم بوضع الـ coordinates في الـ INS. أوكي؟ وفي عنا كمان الـ navigates اللي هي سواء كانت الـ VOR أو الـ NDBs أو الـ marker beacons، هي كمان عبارة عن أجهزة للإرشاد الملاحي بتكون موجودة على الأرض مزروعة، عبارة عن stations موجودة على الأرض. أما الـ waypoints هي عبارة عن نقاط وهمية، ولكن أيضا إلى coordinates. هي مشان يكون في عندكم يعني فكرة شوي أوسع. الـ INS مشان أختم النقطة بيقبل تسع مراكز او تسع نقاط، 9 positions only. يعني الـ INS بيقبل ادخال تسع نقاط او تسع مواقع positions. حتقلي طيب انا عندي long flight long haul flight، فحيكون في عندي 20-25 waypoint. حالك ما في مشكلة، انت بتقوم بادخال الـ first 9 waypoints، بتحط تدخل التسع مواقع الأولانية أو التسع positions أو تسع نقاط الأولى، ما حتفضل موجودة، أنت حتتجاوزها إن روت، فبتقدر ترجع مرة تانية تدخل تسعة غيرها. خلصت التسعة الثانية كمان ترجع تدخل تسعة تسعة تسع نقاط أخرى، فأنت في الإدخال الواحد عندك تسع نقاط فقط، وبتقدر كمان كل ما تخلص نقطة أو نقطتين ترجع تضيف من أول وجديد إلى أن تكمل الروت. ولكن نرجع منركز إنه الـ INS يقبل تسع نقاط فقط في الإدخال الواحد.